شكرا للصديق العزيز أستاذ أحمد على هذا الموضوع الحيوي والمهم. حياكم الله. نعم أتفق معك، يعني أنه قد تكون هناك خيارات أو سيناريوهات لدى الإدارة الأمريكية البنتاغون هي غير المعلن، لكن عموما نناقش ما هو معلن على الأقل. يعني الوجود الأمريكي اليوم في منطقة الشرق الأوسط والخليج هو يعكس أن طبيعة الدور الدولي الكوني للولايات المتحدة الأمريكية لضمان الأمن والاستقرار، أمن المحيطات، أمن الممرات المائية، أمن البحار، أمن الدول، أفريقيا، آسيا. يعني لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1,000,000 جندي، وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 836 قاعدة مختلفة ذات طبيعة مختلفة الاختصاصات، تكون جوية برية إلى آخره من الاختصاصات المختلفة التي تتعلق بالجيش الأمريكي في هذه القواعد وطبيعة المهمات واختلافها. أيضا هذه القواعد موجودة ب 80 دولة في العالم، 80 دولة في العالم هي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الاستراتيجية العالمية. ما يخصنا في الشرق الأوسط والخليج، الشرق الأوسط والخليج يشكل فضاء أو مجال حيوي للأمن القومي الأمريكي، ومنذ عقيدة كارتر عام 79 اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي الأمريكي، وأي تهديد لأمن الخليج يعتبر تهديد للأمن القومي الأمريكي. إذن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي في الشرق الأوسط يعتبر ضمانة بالدرجة الأولى للأمن القومي الأمريكي، بمعنى حماية المصالح الأمريكية. عندما أتحدث عن مرور أكثر من 20% من استهلاك النفط والطاقة في العالم من هرمز، عندما نفكر أن هناك الاحتياطات العملاق للغاز، الثروات المعدنية المختلفة، العلاقات اللي موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي هي علاقات استراتيجية، علاقات شراكة، أمن متبادل. يعني هناك قاعدة عملاق الأسطول الخامس في البحرين، وأيضا قاعدة جوية في البحرين، هناك 17 قاعدة في الكويت، أكثر من 13,000 جندي أمريكي في الكويت، هناك قاعدتين في قطر، قاعدتين في الإمارات، القاعدة الظفرة التي تفضلت بها، وأيضا هي قاعدة عملاق للخزين الاستراتيجي للأسلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية لمختلف القواعد الأمريكية في العالم. أيضا هناك قاعدة لساركوزي يعني بناها في حينها لفرنسا تشكل عنصر حيوي مكمل للقواعد الأمريكية، قاعدة في قاعدة بريطانية في البحرين. إذن هذا الوجود هو ليس وجود للاحتلال، هو وجود عبر اتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول المنطقة، دول الخليج العربي، دول الشرق الأوسط لضمان الأمن الإقليمي وأمن الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أيضا الأسطول السادس في البحر المتوسط، أيضا الأسطول السابع في الباسيفيك المحيط الهادي. عبر هذا الدور الكوني لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بقيام داعش أو استمرار داعش سواء في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في آسيا الوسطى أو غيرها من يعني تدمير الفرص الحيوية أو شن الحروب من قبل التنظيمات الإرهابية. اليوم دولة الخلافة الإرهابية مثل ما أشار غونتريش في قبل أيام من الأمم المتحدة إضافة لمجلس الأمن الدولي أن هناك وجود 7,000 مقاتل داعشي إرهابي قاموا بعمليات في جنوب دمشق، قاموا بعمليات في مواجهة القطاعات أو قطاع عسكرية سورية وكان هناك ضحايا، أيضا يقومون بعمليات في بؤر مختلفة في العراق. إذا ما زالت داعش يشكل تهديد للأمن والاستقرار، وما زال التحالف الدولي للحرب على الإرهاب اللي ضم 82 دولة في العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية العراق، هذا التحالف يعني هو يتبع استراتيجية مهمة جدا للحرب على الإرهاب. يعني وما زال الإرهاب يشكل تهديد لأمن العراق. يعني لاحظ كيف في كركوك، في الموصل، في بغداد قاموا بعمليات خطيرة قبل
كم سنة موجودين في الأنبار في الصحراء، في موجودين في حمرين، يعني هناك جرائم ما زال هذا التنظيم يرتكبها. إذن هذه القوات بالنسبة للعراق تساعد الجيش، القوات المسلحة وغيرها، الشرطة الاتحادية عبر التحالف مع حلف شمال الأطلسي من أجل ضمان يعني هزيمة داعش. لحد اليوم لم ينهزم داعش، لكن يجب ضمان هزيمة في سوريا. الموضوع مختلف.